ارتفاع صوت الباعة للترويج لبضائعهم لا يغري المواطنين في أسواق بيع الخضروات بمحافظة أبيان، فارتفاع الأسعار أفقد المواطن توازنه المالي ولم يعد بمقدوره توفير ولو القليل من احتياجاته اليومية. أسعار الخضرة هذه الأيام غلا شديد، المواطن ليس لديه القدرة أن يتحمل هذا الغلاء الذي موجود معنا في المنطقة، يعني لا أحد فادنا من الجهة المختصة من التحالف أو الشرعية، لا وقدر نصيح لمن كلام نتكلم، لا نوجد شيء على الحظر. أسعار الخضرة ذي الأيام غالي والارتفاع كل حاجة غالي، بعض الناس معاهم بعض الناس مش معاهم، الناس بيموتوا جوع بصراحة. خلال الشهرين الأخيرين ارتفعت هنا أسعار الخضار بنسبة تجاوزت القدرة الشرائية للكثيرين، ولم يقتصر الارتفاع على منتجات محددة فقط، لكنه شمل كافة الأصناف التي يعد الحصول عليها من الضروريات اليومية للأسر. أثر علينا بشكل زائد، لذلك فارق الصرف سبب لنا أكبر مشكلة، فارق الصرف انك تبيع يعني تجي الطماط ولا تجي البطاط ولا تبيع معيش، لما تروح تشتري السعودي قد ارتفع، قد تلقى خسران بعدها، واثر علينا زياده. وبالنسبه للسحب هنا داخل مدينه قعر، سحب ضعيف جدا لعدم توفير الرواتب، حتى ان المواطن اصبح عيشه المواطن يعني نكده عيشتهم نكده، السحب ضعيف جدا. حالة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد والسلع الأساسية تأتي بالتزامن مع بقاء الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين أقل من 50 دولارا، في حين أن توقفها وانقطاعها على مدى أشهر تبقى إشكالية إضافية تسببت في وصول الكثير من السكان إلى ما تحت خط الفقر. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.